السلام عليكم استاذ. السلام عليكم. اي كان جاي؟ عبد ما يشوف زوجته. الباب ما يعرف شيء. وقع على الارض. وقعت على راسه. اوكي السلام عليكم. عبد ما يشوف وما يعرف شيء. لا. هسه يا ناس ارجعوا الى التوحيد القراني ما عرفت له مرتين. بس عندي يقين بالله اختي هسه يشوف ويقين ان شاء الله. هذا كم واحد ما تشوف؟ عبد ما يشوف. هذا كم واحد؟ عبد ما يشوف. هسه باذن الله وبركه القران اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يعني يشفيها. ما يعرف شيء وما يشوف من البار وقع ان شاء الله ما صار مزيد بالدماغ. اذا طاب ادعوني اذا ما طاب الشفاء باذن الله مبين. بس انا يعني عندي يقين رب العالمين يشفيها. اختي ارفع راسك. هذا كم واحد؟ ما تشوف؟ هسه 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 اول مره خليه يحكي ان شاء الله. واذا مريضت فهو يشفيني واذا مريضت فهو يشفيني. يا ربي انت الشافي اشفيها. علي صوت اقول الله. لحد الان اشوف صوت ماكو. عسى لحد الان صوت ماكو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي انت الشافي افتح لسانك. يا ربي انت الشافي. هذا اخذ اخرس وما يشفى عميان. وانزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. يا إيه تمام بأي مكان عفوا مكان موجود افتح افتح يلا قل يا الله الله أكبر الله أكبر طفي لا تبكي يلا هذا كم واحد افتح عيونك هذا كم واحد ما أشوف شوف ما حد ما يعرف ايش ترسل تجيب هسه صوتك ان شاء الله ينفتح أختي العزيزة بس بس دافع عبري وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني يلا أختي علي صوتك عفوا نسمع قل يا الله يا الله خلي جماعة نصلي على النبي هسه صوتك بتاع بس باقي عيونه محمد زوجي إيه ما خلي نصلي على النبي جماعة دقيقة بس بس عيوني شباب خلي زوجك شوفي يا بس علي صوتي لا بس عيوني شهادة كم واحد يا ربي دقيقة على سجدة عيوني دقيقة افتح سجدة لله رب بس اجل لله رب العالمين يا الله انت الشافي الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى سبح القدوس رب الملائكة والروح. سبحان الوجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك احسن الخالقين. الله اكبر. رب العالمين يقول كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب. يا الله اختي افتح قل يا الله يا الله هذا واحد يا الله يا الله مش عارف ليش بكيت ليش على دموعي فرحان؟ مبروك يا سبيل استغفر الله اختي افتح عيونك هذا كم واحد؟ احكي ما ادري احكي ما ادري ما ادري ما ادري واذا عسى كلام واذا مريت فهو يشفيني واذا مريت فهو يشفيني اختي افتح عيونك هذا كم واحد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا هذا فضل من الله يا ناس يجيب الى التوحيد والقران والسنه هذا رب العالمين شفاء بس الله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه شوف يا ابن ابو بنت شوف يبغى شوف بنات اطفال محمد استاذ شباب مبروك عليكم هذا كم صفا مين صفا خلي يمشي صفا خلي اشوف بنتك شوف بنتك فرحان صفا بنتي فرحان وصل الله وهذا هو معجزة القرآن يا ناس ارجعوا إلى التوحيد والقرآن والسنة أختي ما يصير أختي شوف يم الباب عاد تشوف خلي عفوا خلي يمشي خلي أشوف شوف أختي ارجع صلي على سيدنا محمد ارجع أختي مبروك إليكم شوف الله بارك الله أختي تعالي يعني بارك الله فيك أستاذ فرحان أستاذ لا تمشي أختي ارفع راسك هذا كم واحد؟ واحد هذا كم؟ اثنين هذا كم واحد؟ خمسة خلي يصلي عني اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا ولا حبيبنا محمد يلا قلنا لقول لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله اليوم 25 جماعة اليوم 26 اليوم 26 10 2019 يوم السبت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسوي لك أختي تسوي لك.